احمد، معرفش انتوا شركتكم عمرها كام سنه، بس اللي انا فاهماه انه الفريق بقاله كتير مش كده؟ احنا 2014 بالظبط. احنا يعني مرينا بكذا مرحله. انا 2014 دي كانت سنه تخرجي من الكليه، وكنت انا كنت يعني اشتغلت في مسرح الجامعه بشكل كبير. خلصت الكليه كنت بدور على مكان يقبلني كممثل وكمخرج اطلع فيه هواياتي. مجرد المشوار الطويل قوي ده، يعني مجرد هوايه انا عايز بس امارس في وقت فراغي. فكنا تأسسنا في 2014 كفريق سودوكو المسرحي. ما كانش هدفنا اي ربح تماما، غير ان احنا مجموعه شباب اتجمعنا بنمارس الفن في وقت فراغنا علشان نطلع الهوايات اللي احنا بنعملها. فترة لحد تقريبا نوفمبر 2020 بدأنا نفكر ازاي نكسب فلوس من الفريق ده. فبدأنا نخش ممكن اقاطعك، انا اسف، انا قلت مش هتكلم كتير، بس بصوا احمد وطى صوته ازاي وبيقول ازاي نكسب فلوس. لما لازم تكسبوا فلوس، ده حقيقي. يعني هو اللي بيستكتر على الفنان انه يكسب فلوس ده حد ما عندوش خبر. مظبوط. فاحنا عايزين نغير الثقافه دي. لازم الفنان يكسب فلوس، لازم يكسب كويس بالزبط. ويعيش حياه كريمه عشان يعرف يفن، يعني ده حقيقي. مظبوط. يعني كمل ويكسب فلوس عادي بالزبط. عادي. هي الفكره بالنسبه لنا انه كان ليه دايما احنا مقسمين نفسنا جزء بيروح الصبح الشغل الروتيني وجزء بالليل صغير قوي علشان يقدر يمارس الحاجه اللي بيحبها. طب احنا ليه ما نكسبش فلوس من الحاجه اللي بنحبها؟ فانا كان حلم من احلامي ان انا اجمع كل الشباب اللي بيحلموا نفس الحلم بتاعي، اللي عايزين يكسبوا فلوس من هوايتهم في مكان واحد، فنقدر نساعد بعض ازاي نمشي مع بعض يحترفوا يعني. بالظبط. فبدانا نسمع عن حاضنات الاعمال في تقريبا في نهايه سنه 2020، بس يعني ضمينا لكذا حاضنه اعمال ما كانتش موجهه بشكل كبير للفنون الادائيه، كانت حاضنه اعمال عامه. فكنا بنلاقي صعوبه في ان احنا نوصل فكرتنا، فكره ان انا ما ببيعش منتج، ما ببيعش سلعه، انا بقدم فن. فالفن ده ازاي يتمن، ازاي اخليه ليه تمن، ولا انا ما عنديش، اسفه يعني برضو بقطعك كتير، بزنس موديل، يعني هم مش فاهمين انت بتكسب ازاي. بالظبط. هي دي من الحاجات اللي احنا بدانا نتعلمها، البيزنس موديلنج للبروجكت بتاعي. هي الفكره برضو انه في جاب بيننا وبينهم، الناس اللي بتكسب من بيع منتجات محدده واحنا بنكسب من فن. احنا فعلا ازاي نقدر نتمن السلعه بتاعتنا هي خدمه اكتر منها سلعه. بعدين بدا يظهر حاضنات الاعمال اللي بتتكلم عن الفنون، فبدانا نحس انه يا حمد لله على السلامه. انتوا فين من زمان؟ بدانا نحس ان ازاي احنا قادرين الحاجات بتاعت البيزنس موديلنج والبيزنس موديل كانفاس، الحاجات دي كلها بتاعت البيزنس، ازاي نخليها تطبق على مشروعنا. فبدانا نحس ان احنا فعلا عارفين نطبق الموضوع. فلحد تقريبا فبراير 2022 احنا تاسسنا كشركه سودوكو للانتاج الفني بفضل حاضنات الاعمال اللي ليها علاقه بالفنون. حلو قوي.